مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده. انا النهارده يا جماعه طلع رد على الاعلامي ابراهيم عيسى اللي بيقول ليه انتوا بتكتبوا خانه الديانه في كشوف الناجحين، يهمك ايه اذا كان مسلم ولا مسيحي اللي ناجح؟ يعني طبعا هم مش عارفين شغل الكنترول بتاع المدارس ماشي ازاي. يا جماعه خانه الديانه دي بيحطوها حتى في القوائم بتاعه الفصل، قوائم كمان بيحطوا فيها خانة الديانة بتاعت كل لجنة هتمتحن علشان يقولوا فيها كام واحد مسلم وكام واحد مسيحي علشان ساعة امتحان التربية الدينية. ساعة امتحان الدين بيعرفوا كل لجنة فيها كام طالب مسلم وكام طالب مسيحي عشان لما يجي يوزعوا ورق الامتحانات على الطلاب يكون بكل سهولة. ده شغل كنترول على فكرة، يعني كل الكلام ده شغل كنترول، وده بيقوم على المدارس كلها ابتدائي اعدادي ثانوي، بيكتبوا في القوائم بتاعه الفصل كم مسلم وكم مسيحي. وللعلم المسيحيين دايما بيتوزعوا في اخر فصلين في كل مرحله، يعني مثلا المرحله الاعداديه هيبقى اخر فصلين بيبقى فيها الطلاب المسيحيين عشان برضو الجدول بتاع المدرسه بتبقى حصه الدين، بيقوموا يطلعوا من الفصل عشان ياخدوا حصه الدين. هل بقى اتكلم ابراهيم عيسى في حصه الدين المسيحي ازاي ممكن ياخدوا في حوش المدرسه؟ ما لهمش فصل في المدرسه ليهم ياخدوا التربيه الدينيه المسيحيه في فصل محترم ليهم يليق بيهم، ممكن ياخدوه في الحوش، ممكن ياخدوا الحصه في الطرق ما بين الفصول، ياخدوه في الحوش يقعدوا في اي حته على جنب. طبعا اللي ما بيعرفوش يشرحوا كويس، اللي رايح واللي جاي بيبص عليهم في المدرسه. يعني ابراهيم عيسى ما اتكلمش عن حقوق الطلاب والطالبات في الحته دي، لكن هو اتكلم بس عن ازاي تكتبوا خانه الديانه. ده يا فندم شغل كنترول في كل المدارس بيكتبوا خانه الديانه دي، إحصائية كمان بيعملوها في المدرسة عندهم كام طالب مسلم وكام طالب مسيحي في كل فصل بيعمل كده، كمان في النتيجة في الكنترول علشان لما يجي يعملوا مادة الدين درجته كام في الدين، فلازم يعرف ده مسلم ولا مسيحي عشان يعرف يديله الدرجة على هذا الأساس. ده كل ده شغل كنترول على فكرة لبن لا يعرف، يعني مش مقصودة، يعني ده تمييز والحقهم بيحطوا ده جنبه مسيحي وده جنبه مسلم، وليه تعملوا تمييز وليه تعملوا تفرقة يا فندم؟ من غير تمييز ولا أي حاجة، ده في أسماء بعينها يعني جرجس ده إيه؟ ما مسيحي، يعني أنت لو شلت خانة الديانة الاسم هيتغير، يعني مارينا، ميخائيل، يوستينا، كريستينا، كل دي اسامي مسيحيه مش محتاجه انك تلغي الديانه عشان تقول ده مسلم ولا مسيحي. ما في اسماء خلاص انت بمجرد الاسم هتعرف هويته ايه. والثقافه هنا بالمعنى العميق الواسع. احنا كمان ليه تطوير ملفات الثقافه والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنه والسلام الاجتماعي. لما الاقي كان المفروض والله اجيبها لكم، كشوف الطلبة الناجحين وهي معلنة ومكتوب قصاد الطالب ديانته، أسأل إيه علاقة الديانة بنجاح الطالب بنتيجة الامتحانات؟ إيه علاقة الديانة بنتيجة الامتحانات؟ إيه اللي يعنيك أنت في أنك تعرف اللي نجح ده مسلم ولا مسيحي ولا بهائي ولا أي حاجة؟ أنت مالك؟ ليه محطوط خانة الديانة في كشف نجاح الطلبة؟ مش فاهم ليه؟ أساساً خانة الديانة في البطاقة بقى هنقعد بقى نزعق ونصوت ونقول لك ده جمال عبد الناصر اللي عامله، يا جماعة بتوع الإخوان المسلمين وطالب الإسلام السياسي اللي بالنسبة له جمال عبد الناصر ده يعني بيطلعوا دراكولا في أغلفة الكتب بتاعة الإخوان المسلمين، بوابة سودة وبوابة زرقاء وبوابة نيلة بنيلة، هو ده اللي عامل خانة الديانة، مش مكتسب من طالب الإسلام السياسي، مش اللي عاملاه الخلافة الإسلامية، ده جمال عبد الناصر في 56 اللي هو برضه مش فاهم يعني ايه راجل بتاع التامين الصحي انا مسلم ولا مسيحي، يعنيك في ايه؟ انت بتقدم لي خدمه صحيه، مال انا بانك مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا بهائي ولا ملحد، حد مال انا؟ ايه علاقه الديانه بالموضوع ده خالص؟ ومع ذلك يعني ده اللي اسمها يا فندم المواطنه. هتقولي هو دي طبعا واحده من العناصر اللي هو ما نميزش بين الناس بدينها، احنا لنا ضم مواطن مصري. الجواز والحاجات دي بقى، الجواز والطلاق ده بقى اللي يشوف الديانه طبقا لقاعدة بيانات الدولة. إنما بالنسبة رايح في شارع عقاري. إيه علاقة الديانة بالشارع العقاري؟ ليه موظف شارع عقاري يعرف أنا ديانتي إيه؟ وماله؟ يعني
كما تضمنت تكليفات السيد الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي. هنا بقى مواصلة يعني إيه؟ يعني بنكمل نفس اللي حصل، إنما فوق في الأولويات وكأننا إزاء أولويات جديدة. الأهداف موجودة طبعاً طول الوقت زي ما هي، يعني هو في وزارة هتبقى مش معنية بالصحة والتعليم، لكن بنتكلم هنا فيما يخص الأولويات. الأولويات يعني ده اللي يتنفذ الأول، ده اللي نشتغل عليه، ده اللي نركز عليه. إنما بعد كده مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز، حتى بقى في مواصلة الإصلاح الاقتصادي في هنا مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص. أتصور بقى إنه معنى ده الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص إن الدولة تتوقف عن مشروعاتها بقى اللي له لازمة واللي ملوش لازمة، يعني إن المؤسسات التابعة للدولة تتوقف عن مزاحمة القطاع الخاص وعلى الاستثمار الأجنبي والعربي والمحلي. المفترض مواصلة لمسار الإصلاح الاقتصادي، ولكن هنا بقى الاستدراك مع التركيز على كسب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص يا رب، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق. ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق لم يتم في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من 2018 حتى صبيحة اليوم، حيث تقدمت باستقالتها الحكومة كما يقال، أو كما أقيلت يوم أو صبيحة إقالة الحكومة كما هو واضح. لكن دستوريا زي ما قلت لكم في الأول ما فيش حاجة من الشكلين دول مكتمل دستوريا. هل تستطيع سياسات جديدة ربما مصحوبة بوجوه جديدة؟ طبعا لو ما فيش وجوه جديدة هتبقى، ولو مش حكومة جديدة هتبقى مسألة مرة أخرى يعني تدفع الناس إلى الضيق الصدر. وأنا أتمنى علينا جميعا أن ندرك أن الشعب المصري قادر على أن يفاجئنا، ففاجئوه قبل أن يفاجئكم. فأنت عايز تلغي خانة الديانة ليه؟ يعني اللي فيها يعني هل التطرف هيتلغي؟ ده فكر يا فندم، أنت طالب بتغيير الفكر، طالب شوف الموضوع التطرف والتعصب ده بيجي منين، لكن هل تغيير الديانة هو الحل؟ انت يعني المشكله كلها كانت في تغيير الديانه وبس، يعني انت كان مشكلتك تغيير الديانه وبس. تعالوا نشوف هو كان بيطالب بيه قبل كده. كان في هنا خبر بيقول وزير العدل يحدد 5 أسباب للحفاظ على خانه الديانه في الرقم القومي. مطالبات عده اطلقها مجموعه من الحقوقيين ورواد التواصل الاجتماعي بضروره الغاء خانه الديانه في البطاقه الشخصيه، وتداول صور لتصميمات جديده لبطاقه الرقم القومي جاءت خاليه من الديانه. إبراهيم عيسى يطالب بإلغاء خانة الديانة في البطاقة. الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى يطالب بإلغاء خانة الديانة في البطاقة الشخصية خلال كلمته في حلقة نقاشية حضرها المستشار عمرو مروان وزير العدل ضمن فعاليات مؤتمر حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. شوفوا بقى رد وزير العدل عليك قال إيه. إلغاء خانة الديانة ليست رفاهية، دي مش رفاهية، ووجودها يأتي من منطلق الحفاظ على حقوق المواطنين. وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية يضمن حصول المواطن على حقوقه في معاملات الطلاق والزواج والميراث. طبعا وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية يعد إثبات رسمي أمام الجهات الحكومية، خاصة مع وجود ديانات مختلفة في مصر سواء إسلامية أو مسيحية أو يهودية. تمام، نص الدستور المصري على أن المسلمين لهم شريعتهم وكذلك المسيحيين واليهود، وبالتالي فالحكومة تحتاج إلى ما يثبت ديانة كل مواطن. يعني لا قدر الله لو حصل أي حاجة أنت بتحكم حسب الشريعة اللي عندك وأنت بتحكم حسب الشريعة اللي عندك. إثبات خانة الديانة في البطاقة الشخصية بمثابة ضابط للعلاقة بين أصحاب كل ديانة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل. طبعا هو وضح موضوع يعني خانة الديانة دي، إبراهيم عيسى كان بيطالب وطلع اليومين دول يقول إيه انتوا ازاي تحطوا خانة الديانة في النتيجة، هو يعني مسلم ولا مسيحي هتفرق؟ يا جماعة ده شغل المدارس، ده شغل كنترول في المدارس. هو بيكتب خانة الديانة عشان مادة الدين المسيحي او مادة الدين الإسلامي هو خد درجة كام فيها، ده النتيجة. مادة الدين دي مش لها درجة، ما لازم يعرف الطالب مسلم ولا مسيحي، ايه المشكلة عندك يعني لما يكتب مسلم ولا مسيحي؟ ده شغل مدارس، ده شغل كنترول في المدارس. فدي النقطة اللي أنا بوضحها للناس اللي طلعت تهلل هم ليه بيكتبوا خانة الديانة في النتيجة.
ده شغل عادي يا جماعه بتاع المدارس، والناس كلها عارفه الموضوع ده، حتى قوائم الفصل بيكتبوا جنبها، حتى لجنه الامتحان بيكتبوا في كل فصل في كم مسلم وكم مسيحي عشان توزيع ورق الدين، هل ده طالب مسلم ولا مسيحي، عشان ساعه الامتحان بتوزع عليه الامتحان. فدي شغله كله بتاع مدارس، ده معروف يعني. فطلع يهلل ويقول حاجة وأصلا ما مش فاهم فيها، بس يشوف بس حاجات تانية كده. أنا خلصت حلقة النهاردة، تحياتي، أشوفكم في حاجة جديدة، كان معكم نيفين جرجس. أستاذ جرجس، يعني هل إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية يقضي على التمييز، أو على الأقل يقلل التمييز؟ طبعا إجابة، يعني صراحة لا يمكن أبدا إن إلغاء خانة الديانة يلغي التمييز. يعني إحنا ممكن نقر قانون زي ده وهيفضل التمييز برضو موجودا. العبرة ليست باقتراحات كل شوية يعملوها مع احترامنا للسادة النواب، يطلعوها على الشعب ويعملوا شوية فرقعات كده زي ما قال الأستاذ صلاح، هو نوع من الطرف فعلا. وأنا شايف بصراحة أن مثل هذا المقترح بقانون هو نوع من الهزل السياسي في هذا التوقيت بالذات، وممكن يرشح لثورة شعبية، ممكن يرشح لثورة شعبية. ليه بقى؟ لأن الشعب المصري شعب متدين بالفطرة، وممكن يرى ان الغاء خانه الديانه هو الغاء للدين، هو ممكن يفهم كده، او في بعض الفئات في الشعب المصري تفهم كده، وبالتالي يرى ان مثل هذا القانون هو عدوانا على الدين، وبالتالي لا يمكن ابدا ان مقترح هذا القانون يلغي التمييز، لا يمكن. احنا عندنا مواد كثيره، يعني في مواد كثيره في الدستور تمنع التمييز، عندك الماده 93، عندك الماده 53، عندك المادة 9 بتاع تكافؤ الفرص والمساواة. يعني بعيدا عن المواد، ولكن هناك من يقول انه قد يتعرض لتمييز اثناء تعامله في بعض الهيئات مثلا، او في اي مكان يحدث فيه لابراز الهوية على اعتبار الدين. يعني انا اتحدث بلسان من يرغب في الغاء خانة الديانة. انا ارد على حضرتك، انا دلوقتي حضرتك دلوقتي انا اسمي جرجس، اي حد متطرف مش من غير ما اشوف بطاقتي، متطرف هيبين التطرف بتاعه. الموضوع عايز تعامل من الفكر الأول، نلغي التمييز من الفكر، من خلال المناهج التعليمية، من خلال الإعلام، يكون إعلام يعني يرقي الفكر ويناهض التمييز ويكافح التمييز، ومن خلال تفعيل القوانين الحالية اللي هي بتجرم التمييز. وفي نقطة مهمة جدا اتكلم عليها الأستاذ صلاح، وهي الدستور اتكلم عن موضوع اللي هي المفوضية بتاع مكافحة التمييز، فين هي؟ كان أجدى بهذا النائب المحترم اللي هو اقترح هذا القانون أن يتكلم عن هذه المفوضية. يعني كان المفروض كان هذا أولى، لكن الموضوع مش موضوع أن احنا نقعد كل شوية نحط قوانين وما نفعلش القوانين. خلينا زي حضرتك أنا قلت، هنعمل القانون وهيفضل التمييز زي ما هو. ولكن مثلا يعني حضرتك ذكرت نقطه وقالها من قبلك الاستاذ صلاح، وهي فكره انه بعض الاسماء قد يكون من الواضح انتماء الديني من واضح جدا، ولكن هناك من يقول انه هناك اسماء اخرى ربما تكون مشتركه، وبالتالي عدم وجود هذه الخانه لن يضر اذا تم الغائها. يعني ما هو الضرر بالنسبه لهؤلاء اذا تم الغاء خانه الديانه؟ هناك من يرى انها ستكون علامه على المساواة ما بين المواطنين. لا، أنا في رأيي الشخصي مع احترامي الكامل، هذا كلام ليس منطقيا أبدا، لأن المسيحيين والمسلمين كل واحد اسمه واضح، واللي هيروح يقدم في لجنة، يعني حتى لو حذفنا خانة الديانة، محمد باين وجرجس باين وبطرس باين وده باين، الإنسان اللي في عقله التمييز من جوه هو اللي هيميز ويقصي الآخرين، سواء في تعيينات أو في مناصب أو في كذا أو في كذا أو في أي شيء آخر. وبالتالي الموضوع عايز معالجة فكرية أولا، وعايز طرح مجتمعي، لابد أن يعني الموضوع يطرح في إطار حوار مجتمعي على رجال الدين، على سواء الأزهر أو الكنيسة. يعني أنا ما استمعت إليه من التصريحات أنه الأزهر ما زال على موقفه الرافض لهذه الفكرة، والمبرر في هذه الحالة فيما يتعلق بموضوع الزواج والطلاق والميراث، وأنه هذه يعني ستوضح الهوية. على جانب آخر سمعت تصريحات منسوبة للكنيسة بأنه لا مانع من إلغاء خانة الديانة، وأنهم غير متمسكين ببقائها من عدمه. لا، أنا شايف يعني برضو، يعني لو حضرتك عملت استطلاع رأي في الشارع ونزلت بالكاميرا وقلت للناس ايه رايكم لو هنلغي خانه الديانه من البطاقه، حضرتك تشوف بنفسك. انا مش هستبق التقرير او الاستطلاع اللي هتعملوه. نعم استاذ صلاح، يعني انا عايز استاذنك قبل ما تسال. ممكن
موجود في منهج القراءة. ومن ثم حتى وإحنا بنتكلم على خانة الديانة وسيدة الوزيرة بتتكلم على البطاقات الجديدة، أنا مش متصور إنه خانة الديانة شيء حديث جدا في مصر، اتفرض سنة 56. أنا لا أعتقد وإحنا بنتكلم على الاستراتيجية واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ونعمل استراتيجية إن إحنا نلقي على خانة الديانة. ماليش دعوة أنا بدين المواطن خالص، بيقف قصاد الخدمة العامة وقصاد الموظف وقصاد الجهة الأمنية وقصاد، لا علاقة للمسؤول بديانة من أمامه عشان يعرفها وما يعرفهاش. القيم دي حضرتك بتقول لي إزاي ننشر الثقافة في المجتمع، ننشرها كده بقرارات تبدو أحيانا قد تصدم البعض لكنها قرارات حقيقية، قرارات تبني دولة مدنية ديمقراطية، دولة مواطنة بشكل حقيقي وكامل نقدر ننافس بيها في مرحلة تنمية مصر. إحنا مصر في حالة نمو وكلنا بنشهد، الموافق واللي مش موافق، المؤيد والمعارض، اللي بره اللي جوه، شايف إنجاز على الأرض هائل ورهيب. على الناحية الأخرى إحنا نتمنى إنه الإنجاز وثيقة حقوق الإنسان أو قوانين أو منظومة تشريعية لحقوق الإنسان والتطبيق على الأرض يبقى بنفس هذا الإنجاز اللي مذهل اللي بنشوفه على الناحية الاقتصادية والتنموية والعمرانية وما إلى ذلك. الغاية الكلمة الأخيرة بس سيادة الوزير، إنه أنا في تصوري فيما يخص برضو المواطنة وحرية المعتقد إن الدولة المصرية بتعمل نجاحات عظيمة بيقوم بها أبطالنا في مواجهة الإرهاب والحقيقة في مواجهة التنظيمات الإرهابية، إنما الفكر الإرهابي المغازي الذي يمكن أن يدمر كل هذا المنجز. يعني إحنا ممكن نبني عشرات الآلاف من المدارس، نقدر نبني عشرات ومئات من المصانع، يمكن أن يخرب كل هذا تفكير هؤلاء المعبأ بالتطرف أو التسلف المتطرف بالغلو بالفتنة. ومن هنا حتى الدولة بتطلق تعبير بناء الإنسان. بناء الإنسان علشان المشروعات دي إلى البناء اللي إحنا بنبنيه ده إذا لم نبني إنساناً لن يحافظ على هذا البناء بالتأكيد. إدارة الله، إحنا ليه محتاجين خانة الديانة؟ مش مهم في البطاقة الشخصية، المهم إن إحنا لازم يبقى عندنا إثبات رسمي للديانة. ليه؟ لأن أنا عندي حقوق هتترتب على هذه الديانة في الزواج والطلاق والميراث، هتثبت إزاي ده ديانته إيه علشان نرتب له هذه الحقوق. فلأن إحنا هنا ما عندناش قانون واحد بيمشي على كل المصريين في الزواج والطلاق في امور الاحوال الشخصيه، وزي ما سيادتك تعلم ان الدستور نفسه بيقول ان المسلمين لهم شريعتهم بتحكمهم في مسائل الاحوال الشخصيه، وايضا المسيحيين وايضا اليهود لكل منهم احوالهم الشخصيه يرجعوا لشريعتهم. فانا هنا مضطر ان يبقى عندي اثبات رسمي ايا ما كان الشكل، لكن المهم يبقى فيه اثبات رسمي للديانه. انا يهمنا ان يبقى فيه اثبات رسمي علشان هذا الوضع. الميزه